وفي الإسكندرية أطلقت مؤسسة حياة كريمة المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة أونلاين، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم. يأتي ذلك في ضوء التعاون المشترك بين مؤسسات حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب من خلال نخبة من أكفأ المعلمين المتميزين. المبادرة عبارة عن إن الطلبة بيجوا لمدة 10 أيام ياخدوا درس كويس جدا أو مادة كبيرة جدا علمية من جميع المواد المختلفة، سواء كانت عربي أو إنجليزي أو كيمياء أو طبيعة، من أكبر مدرسين موجودين في محافظة إسكندرية أو في الوزارة. عليهم إن هم بيسمعوا، وعليهم إن هم بيرصدوا، وعليهم إن هم بيتناقشوا. فدي تعتبر حاجة كويسة جدا إن يجي الطالب مجانا بدون دفع مع مصاريف مالية من جانب ولي الأمر علشان ياخد تعليم. طبعا الفعالية دي هتستهدف مراجعات للثانوية العامة لمدة 10 أيام متواصلة. هيبقى عندنا مواد مختلفة، كل يوم في سكادول نازل على الصفحة الرسمية بتاعة المبادرة، وطبعا على الموقع بتاع وزارة التربية والتعليم. هيبقى لمدة 10 أيام. في نفس الوقت احنا معانا مدرس وموجه في كل مدرسة هيرد على كل أسئلة الطلاب بتاعتنا. الموضوع كان كويس، إن المدرسين بيحلوا معنا أسئلة، وموضوع لطيف يعني، موضوع تمام. فكرة محدش حل معنا قوي، وفي حاجات مكناش ممكن نكون مخدناهاش، بس الحمد لله يعني ممكن يكون الفترة الجاية دي علمي وأدبي كده هيتعاملوا معنا بإذن الله. جيت سجلت عن طريق اللينك وجيت النهاردة، وصراحة المدرسين كانوا كويسين جدا وشرحوا برضو تريكات وحاجات أنا مكنتش عارفاها، وكمان إن هيجي العشر أيام اللي جايين الدنيا تمام وإن شاء الله تتكرر بتوع السنين اللي جايين. عرفت المبادرة عن طريق الإنترنت ولقيت فيها فايدة لينا وكده، فقلت أجي أحضر أستفاد، والموضوع جميل جدا يعني مفيهوش أي حاجة وحشة خالص، وبنصح بكل الشباب اللي في ثانوية عام يجوا يحضروا المبادرة، كلها فايدة يعني هيستفادوا. جيت عن طريق صحابي هم اللي قالوا لي، الشرح حلو وأسئلة حلوة جميلة، وفي أسئلة أول مرة أشوفها، ويا رب كل يجي ويستفاد.